السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف الخامس؟ أهلا بكم في مادة التربية الإسلامية مجال السيرة والبحوث الإسلامية. نتابع معا اليوم ما تبقى من درسنا السابق، مواقف من السيرة النبوية الشريفة. تعرفنا سابقا على الثبات على المبدأ والوفاء، أما في درس اليوم نتابع ونتعرف معا الكرم، فهل أنتم مستعدون؟ دعونا نبدأ. الكرم ما معناه؟ هو أن يعطي الإنسان دون أن ينتظر مقابلا لعطائه. إذن هذا هو معنى كلمة الكرم. لدينا هنا مواقف تدل على الكرم النبي صلى الله عليه وسلم، هيا لنقرأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج إلى صلاة الجمعة متزينا ومتطيبا، وفي يوم من أيام الجمعة لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم معطفا لزينة صلاة الجمعة، وفي طريقه إلى المسجد قابله صحابيان، فقام أحدهما بطلب المعطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول الكريم لا يرد السائل قط، فخلع المعطف وأعطاه لهذا الصحابي. هل شاهدتم؟ إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونتعرف على كرم الصحابة رضوان الله عليهم. ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في الكرم، ومنهما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فلم يجد عنده ما يطعمه، فقال لأصحابه: من يستضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فأخذه إلى بيته وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندنا إلا قوت صبياننا. فقال لها: أعدي طعامك وجهزي سراجك ونومي صبيانك. ففعلت، ثم قامت وكأنها تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان حتى أكلا وشبعا، وبات الزوج وأهله جائعين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعيهما سر منهما، وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. إذن قصة جميلة عن تدل عن كرم الصحابة رضوان الله عليهم. الآن لدينا مجموعة من الجمل عزيزي الطالب، إذا قمت بشطب الجمل المتكررة تتوصل إلى ثمرات الكرم. حاول أن تعرف ما هي ثمرات الكرم. إذن الأجر والثواب في الآخرة، البركة في المال، يكسب الكريم محبة الناس وثقتهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. فهل تريدون أن تكونوا قريبون من الله ومن الجنة ومن الناس؟ عليكم أن تكونوا كرماء. ننتقل ونقوم بحل السؤال الرابع في الكتاب المدرسي صفحة 64، وهو كتابة ثمرات الكرم. قم بالكتابة بخط واضح وجميل. دعونا قبل أن ننهي هذا الدرس ندعو لهذه الدولة الكريمة التي لا تبخل بالعطاء لا على أبنائها ولا على أبناء الوافدين إليها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. طلاب الصف الخامس، بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.